حطاني هنا، حطاني هنا. ايوه ايوه هنا اهو، هنا اهو، هنا اهو. ايوه اصل صاحبتي ساكنه في الشارع ده، ثالث عماره على اليمين، الدور التاسع شقه 20. انا هوصلك. لا لا ما تتعبيش نفسك، دول خطوتين هنتمشوهم. طب انا عايزاكي بقى تسمعي الكلمتين اللي قالهم لك دول، تحفظيهم كويس قوي. لو عرفت ان انت كلمتي حسين او شفتيه، او هو حتى اللي كلمك، او عارف اي حاجه عن اللي حصل بينا ده، وان انا اللي جيت جبتك من المزرعه، هتشوفي اسود ايام حياتك. وصدقيني ساعتها هتتمني الموت، بس انا مش هخليك تقوليه. بصي بقى يا اختي، من ناحيه التهديد فبنت السلطان ما بتتهددش يا عسل، ومن ناحيه الايام السودا يا اختي، انا لو حطيتك في دماغي هفرجهم لك الوان. ومن ناحيه حسام بيه بتاعك اتهني بيه، مش عشان حاجه، الراجل الصراحه ما يتعيبش، بس انا بقى ما اتعودتش ناكله لقمه حد باصص لي فيها. اجيب لك النهيه والقضيه على التكه والسخان؟ انت ربنا بعتك ليه؟ انا يا اختي لا عايزه حسام ولا ابراهيم، كده متفل و14. ومن عارف لو كنت قعدت معاه شويه كان ايه هيحصل؟ وربنا ما كنت هتشوفيه تاني ولا حتى في الحلم. مش كدنس ولا لا، بس بنت السلطان قادره ومحدش يقدر عليها يا عسليه. سلام. ما تنسيش بقى تقولي لهند مرات عمر على كل اللي حصل بينا. طب ما انت عقله وعارفه كل حاجه اهو، ما اللي عامله لنا فيها مجنونه ليه؟ وانا يا اختي موديني في 60 داهيه اللي عقلي؟ واي باي يا غاده، مش غاده برضك؟ طريق اللي يودي ما يجيب العسليه. ايوه يا حاج جابر، هو انت نسيت طار اخوك ولا ايه؟ واحده واحده كده يا ست الكل، وفهميني، عشان انا خابر انها نطت في الميه وغرقت وماتت. ماتت؟ ده انت قديم قوي. لا خد الجديد بقى. اتفضلي يا فندم، ده كارت بدل اللي ضاع منك. متشكرين. حضرتك هتمدي معانا كام يوم تاني، ولا حابه تعملي تشيك اوت؟ ها؟ بكره هنقولوا لك، اصل يعني بنفكروا كده نغير المطرح. الا بقول لك يا اخويا، ما عندكش سمسار كده يشوف لي اوضه وصاله مفروشين على القد؟ موجود. الراجل اللي هناك ده يعرف سمسرة كتير قوي، واسمه عم وجيه. تشكر يا عسليه.